إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، يعيش العبد في هذه الحياة الدنيا، فربما مرت به أزمان وهو لا يقدر أنه يعيش والله تعالى يراه، يتصرف تصرفاته الناظر إليه لا يتصور أنه يستشعر مراقبة الله، أو أنه يستشعر أن الله يراقبه. يعيش في هذه الحياة يضرب يميناً وشمالاً، يقصر في أوامر الله، يرتكب حدود الله، يظن أو يغفل عن أن الله سبحانه وتعالى يراه. والله تعالى مطلع على كل شيء، هذه عقيدة أهل الإيمان، على كل شيء على إطلاقها، يعلم حتى ما يكن الإنسان في نفسه، ما من لفظ يتلفظ به، ما من حركة أو سكنة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالعبد في هذه الحياة يعيش تحت رقابة الله، لا يمكنه أن يفلت من رقابة الله قيد أنملة، لا يستطيع أن يفلت من رقابة الله قيد شعرة، بل الله سبحانه وتعالى يسجل عليه كل شيء، وما يفلت من كتابة تلك. قال الله تعالى مكملاً تلك الآيات أو متمماً: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما من شيء، حتى الملائكة يراقبونه، لا يدع الملك شيئاً إلا ويكتبه. فإذا ظن الإنسان أنه في هذه الحياة أنه في منأى عن نظر الله، أنه يمكن أن يفلت من ذلك، فإن هذا يقدح في عقيدته. عباد الله، والله تعالى يقول: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. حتى الأشياء التي قد تغفل عنها أو التي لا يمكنك أن تتذكرها في حياتك، وأنت ما تفعله، لا تتذكر كل شيء تفعله، ولا تتذكر كل شيء توسوس به النفس، لكن الله مطلع عليه، أحصاه الله ونسوه في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وإن أعظم العبادة، وإن أعلى منزلة يصل فيها العبد من العبادة في رقي
الإحسان. وما الإحسان؟ جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن أنت ناظراً إليه، إن لم تكن أنت تراه في لحظة العمل فلا تغفل عن أنه ينظر إليك أو عن أنه يراك. ومهما بلغت في خفاء حالك، لو كنت في أضيق مكان وأظلم مكان فهو يعلمه، وهو يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، حتى قال ذلك التائب: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فإذا كان أحدنا يعمل عملا صالحا فلا يقصر، فليرعى نظر الله إليه. إذا كان أحدنا أقدم على أمر لا يرضي الله فليحجم وليبتعد، ولا يجعل نظر الله أهون نظر أهون من نظر الناس إليه. إذا كان يريد، قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس في هذه الآية: هو الرجل يكون في القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر. تمر المرأة وهو في القوم، فإذا انتبهوا إليه غض البصر، وإذا لحظوا وفطنوا غض البصر، وإذا كانوا غير منتبهين إليه نظر إليها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم أنك حينما كنت تنظر بهذا الاتجاه إلى أي شيء تنظر، يمكن أن يكون إنسان ينظر إلى اتجاه معين فيه أمر معين محرم لكنه لم يره، لم ينتبه إليه، يعلم أنك ما نظرت إليه. ويعلم أنك إذا كنت متوجها باتجاه معين لكنك تنظر إلى شيء آخر، يعلم ما الذي تنظر إليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولو أن الإنسان كان عنده رقابة فيما بينه وبين الله لم يأكل أموال الناس بالباطل، لم يتعدى حدود الله، لم يتعدى في أعراض الناس بلسانه، لم يتصرف بما لا يرضي الله، لأنه يعلم أنه مطلع عليه. ولكن مع الأسف الشديد العبد يغفل، والعبد ينسى، والعبد يضعف، والإيمان ينقص، فيحتاج إلى رقابة دائمة أكيدة ليبقى الإنسان دائما في زيادة. هذه القضية لابد أن يتنبه الإنسان إليها. تعلمون حينما نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه المرأة التي كانت تجادل خولة بنت ثعلبة، حينما كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الحجرة مع عائشة، وكانت في ناحية الحجرة وعائشة في ناحية الحجرة، قالت فكانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجها: أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا انقطع ولدي وكبرت سني ظهر مني، اللهم إني أشكوه إليك. فما انتهت من كلماتها حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، إني لفي الحجرة معها في نفس الحجرة، ولكنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى على عائشة التي معها في الحجرة بعض حديثها،
ولكن الله من فوق سبع سماوات، ولكن الله فوق عرشه سمع هذه المقالة ونزل القرآن من اللحظة والتو. فكيف لو أن الإنسان كان دائما الرقابة واستشعر هذا؟ قال أبو موسى: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، أي أنكم إذا أردتم أن تذكروا الله لا ترفعوا أصواتكم، ارفقوا بأنفسكم. لو أنكم ذكرتم الله فيما بينكم وبين أنفسكم لسمعه الله. فانظر، أنت ربما تكون قريبا منه لا تسمعه، ولكن الله سمعه. أنت تصلي إلى جانبه ولا تعلم ما يقول في دعائه، وهو لا يعلم ما تقول في دعائك، ولا يعلم بعضنا ما يقول البعض الآخر في دعائه. يسمعنا جميعا ويعلم ما قلنا، ويعلم ما نحتاج، ويعلم ما هو أصلح لنا، فيبعث لكل واحد منا مسألة، يجيب كل واحد حسب ما أراد. يكون القوم مختلف اللغة، هذا يتكلم العربية، وهذا يتكلم السريانية، وهذا يتكلم العبرانية، وهذا يتكلم الهندية، وهذا يتكلم وهذا يتكلم، وكلهم يدعون الله، ترتفع الأدعية وتنزل الإجابات، كل لا تخطئ واحدة صاحبها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا لهذا الإنسان لو كان لا يغفل عن رقابة الله له، لو كان دائما اللحظ لنفسه: ما الذي يفعله؟ ما الذي أفعله؟ أنا بين يدي الله مكشوف، حينما أستتر عن الناس وأريد أن أرتكب الغلط لكنني بين يدي الله مكشوف. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أكثر من ذلك، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. إذا كنت تتناجى مع أخيك لك في الله في خير ستسجل حسناتك، وإذا كنت تتناجى مع إنسان في شر فإن الله الثالث الاثنين، فلا تجعل سماع الله أهون السمع، ولا تسر إلى أخيك خوفا من الناس ومن الفضيحة وأنت مفتضح بين يدي الله، لا تجعل الله أهون الناظر إليه. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته آيات تتكلم عن التقوى، وهذه كان يكثر أن يقولها في خطبته، ونحن نقولها في كل خطبة، تتكلم عن اسم الرقيب، وكيف أن الإنسان مطالب بالتقوى، ثم التقوى تحقيقا لوظيفتك تجاه اسم الرقيب. ما الذي يجب عليك؟ قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، فاتقوا الله. طالما أنه يراقب كل حركة وسكنة منكم مهما كانت صغيرة أو خفية فاتقوا الله، إن الله كان عليكم رقيبا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، قال العلماء: يعلم السر وأخفى من السر، يعلم السر وأخفى من السر، مهما خفيت يعلمها، أي لحظات النفس، خلجات النفس، ما تفكر فيه، ما من شيء إلا ويعلمه، ولا يشغله علمه بشيء عن علمه بشيء آخر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمن علمه على هذه الحال، كيف نحن نغفل
أو تغفل قلوبنا عن رقابته. أنت واحد تستطيع أن تراقب ربك وهو يراقب الخلق كلهم، فهو الرقيب سبحانه وتعالى. إن الله كان عليكم، هذا من معاني الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. ولذلك العبد المراقب ربه هو العبد الذي خشي الرحمن بالغيب، وليس فقط في الشهادة. لا يراقب الله وهو بين الناس، فإذا رآه الناس تخشع وبدأ يدعو وصورني وما إلى آخره، كل هذا ليس من رقابة الله، هذا من رقابة الخلق. يضع الصور التي يصلي فيها ويصوم فيها، يضع الصور التي فيها العبادة، فيها الحج، فيها الزكاة، ولكنه يخفي ما يفعله من الأعمال الفاسدة، ينشر أعماله الصالحة فقط. هذه مراقبة للناس، ومراقبة الناس لا مصلحة فيها. وقد قيل قديما: من راقب الناس مات هما وفاز باللذة الجسور. افعل ما يرضي الله ولا تسأل عن مراقبة الناس، ولكن راقب الله سبحانه وتعالى، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. في هذا المعنى أن يخشى الله في الغيب، هذا من أعظم أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، في هذه الحياة الدنيا يمر الإنسان بكروبات والضيق، ويمر بألوان من الحرج، قد يرفعها الله بعمل صالح خالص سر بينك وبين الله. اجعل بينك وبين الله من الأعمال ما لا يطلع عليه الخلق، ولا تجعل أعمالك الفاسدة هي التي لا يطلع عليها الخلق. الثلاثة نفر الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، كيف تحركت هذه الصخرة؟ حركتها أعمال صالحة ذكروها فيما بينهم وبين الله. فقال أحدهم: إننا في أمر لا يمكن أن يرفع عنا إلا أن نذكر صالح أعمالنا، نتوسل إلى الله بصالح الأعمال. فأحدهم توسل إلى الله بأمانته التامة، والآخر توسل إلى الله ببره لوالديه، والثالث توسل إلى الله بعفته التامة، كان يحب ابنة عم له من أجمل الناس وأحبهم إليه، فلما احتاجت ومكنته من نفسها قالت: يا فلان اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه. قال: فقمت وتركت ما جئت بالمال وقمت عنها، اللهم إن كنت فعلت ذلك خشية أو خالصة لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. أعمال صالحة حركت صخرة كادت تقتلهم لو أنهم بقوا في الغار ما يدري أحد بهم. اجعل بينك وبين الله ما به ترفع عنك الشدائد وتنفس الكروب وتفرج الهموم، ولا تقل دائما إني مهموم، تذكر أن ما يصيبنا دائما هو إنما بما ما كان بأنفسنا. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أعمالنا إذا نحن قارنا حسناتنا بسيئاتنا فما هي أحوالنا؟ فكيف إذا أضفنا إلى سيئاتنا نعم الله التي تستوجب منا أعمالا صالحة، كيف سيكون ميزاننا؟ ما الذي ينبغي علينا أن نفعله في مثل هذا؟ إخواني،
الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يتعلق بهذا الأمر وهو من أخطر ما تسمع، قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال تهامة بيضا، معهم حسنات كثيرة، حسنات من الأعمال الصالحة، كأمثال جبال تهامة، أعمال كبيرة جدا، حسنات جبال، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، انظر إلى الصحابة كيف كانوا يتفاعلون مع الحديث مباشرة، يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، لهم قيام ليل وأعمال، يأتون بأعمال كتهامة بيضا كجبال تهامة كبيرة جدا وبيضاء، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمر خطير، احفظ الله يحفظك، احفظه في السر يحفظك في سرك وعلنك، وتذكر أنك إذا كنت خالصا لله في سرك وعلنك فالله سبحانه وتعالى أكرم منك. عبد الله بن عمر يختبر غلاما راعي غنم، وقد صح ذلك كما في الزهد لأبي داود، أنه رأى راعي غنم في طريق مكة، فقال له: يا غلام بعني شاة. فقال: ليست الشاة لي وإنما لصاحبها. فقال: قل له أخذ ذئب بالشاة، فقل له أخذ ذئب بالشاة، فولى عنه الغلام وهو يرفع إصبعه إلى السماء يقول: فأين الله، فأين الله؟ فقال: يا غلام، إذا أنت أتيت مكة فآذني وليؤذني مولاك. فلما جاءه إلى مكة اشترى الغلام وأعتقه واشترى الغنم ووهبها للغلام. فأين الله؟ إذا عملت عملا فاسدا ظانا أنك أخفيته عن الناس فأين الله؟ والله تعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كان الإمام أحمد وأختم يخلو بنفسه فيقول وهو يبكي: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في أراكان وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين. ووفق ولاة أمور المسلمين لحكمك بتابك وسنة نبيك، ووفقهم إلى كل خير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.